أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقتين أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ ياسر. ترحيب خاص أستاذ ياسر. أهلا وسهلا بك. نرحب فيك من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC. أهلا وسهلا. ممكن تخبرنا عنك وعن بداية الشركة تبعيتك في الإمارات؟ بالنسبة لنا إحنا سيلا جروب عبارة عن مجموعة من الشركات، هنتكلم عنها تفصيليا أو هنعطي بريف سريع عنها. إحنا سيلا مندرج منها سيلا بانكينج كونسلتنسي، أنا مدير عام الشركة لسيلا بانكينج كونسلتنسي. الشركة ديت معناها إنها بتشتغل على الاستشارات البنكية. يعني إيه الاستشارات البنكية؟ النهاردة البرودكت الخاص بالبنوك النهاردة بقى واسع وبقى فيه انهانسد دايما، في كل يوم جديد. الديجيتال ماركت النهارده البنك اعطى برودكت كتير العميل ما يعرفش عنه حاجه، ليس له درايه بيه، ولكن هو دايما بيكون ليه درايه بحياته العمليه او الحياتيه. نيجي نقول مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا انفستور مستثمر محتاج يعمل مشروع، فبيجي لنا هنا اهوت يقول والله انا عايز اعمل مشروع A or B or C، انا محتاج تمويل في دراسه الجدوى، او انا بعمله دراسه الجدوى، بقول له انت محتاج تمويل في حدود 1 مليون 2 مليون 3 مليون about. بعد كده اهوت بنقول له التمويل انت معاك كام، او انت الستارت بتاعك بيبقى في حدود الليميت بتاعك اللي انت تقدر تشتغل عليه، واحنا بنوجد له الحلول ان هو يوفر الماده الخاصه بالمشروع. يعني عندنا مشروع 10 مليون دولار، العميل ممكن يكون معاه 2 مليون 3 مليون وعايز يعمل اكتمال للمشروع، محتاج ضمانات. البنوك الدوليه والبنوك الداخلية عندها برودكت بيساعد المستثمر inside UAE or outside UAE. احنا بنوجد له الحلول بنطرحها عليه، وهو بيراجع معلوماته بيراجع فكره، وبعد كده بيرجع لنا عشان خاطر اتمام. طبعا الموضوع كبير مش صغير، ما اقدرش اتكلم فيه في 5 دقايق، لانه التريد انواعه كتيرة سواء كان داخل البنوك او خارجها. تاني شركة عندنا سيلا باور تريدينج، دي شركة تجارة عامة بالمعنى العربي. يعني الباور تريدينج امبورت اكسبورت، على اساس ان احنا وسطاء ما بين امبورتر والاكسبورتر، السيلر والباير. احنا بكنا سيلا، فاحنا بنعمل الضمانات البنكية الخاضعة عشان خاطر تحمي الباير من النصب والاحتيال، عن طريق ان احنا بنصدر له الضمانات البنكيه اللي بتوصل للسيلر. لو هو جدي بيبتدي يطلع دوكيومنت الابروفال من البنك عنده، ومن اثبات ابروف هي هاف ا جودز، وبعد كده اهوت بتبتدي تتحرك في المانوال بتاعها. نيجي للشركه الثالثه اللي موجوده عندنا، سيتيا. سيتيا فاينانسنج بروكرز دي عبارة عن شركة للائتمان الداخلي، يعني الحلول البنكية داخل UAE من خلال سيتيا، الحلول العالمية من خلال سيلا. نرجع لآخر شركة موجودة عندنا، وهي رواد الإتقان للكونستراكشن. وإحنا عندنا مجال الكونستراكشن، أنا CEO للشركة الخاصة برواد الإتقان. احنا بنشتغل المجمعات الهيلسي الصحية، بننشئ مدن، بنقدر نعمل كومباوند عن طريق المباني الجاهزة، او بمعنى صح البري كاست. ايه هو البري كاست؟ معلومة سريعة كده، البري كاست دي عبارة عن تجميع وحدات المطلوبة للفيلا as a construction، ولكن هي بتصنع على الارض هاي كواليتي،
وبتتجمع في الموقع. واحنا طبعا شركتنا هي اللي بتصنع من خلال المصانع، وهي اللي بتعمل إريكشن، اللي بتعمل التركيبات اللازمه، وبعد كده بيدخل دورنا في الانتريال ديزاين. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو هي الخطه المستقبليه للشركه؟ يعني احنا عندنا بعض الفروع في العالم احنا عايزين نعملها انهانسد وستارت في بلاد اخرى، عشان خاطر الانفستور يقدر يرتبط ما بين اليو اي واي بلد في العالم، لان هنا يعتبر الهيد اوفيس هو كان الاول في كندا، واحنا نقلنا الهيد اوفيس للامارات لان القوانين الخاصه بالامارات قوانين رائعه للمستثمر. فاحنا بنستغل القوانين ديت استغلال طيب طبعا، بنستغل القوانين لدعم المستثمر، ودي السياسه اللي موجوده هنا في الامارات. من خلال خبرتك الرائعه والضخمه في مجال سوق العمل المختلف انواعه وشركاته، شو النصيحه اللي ممكن تقدمها لاي شخص حاب يبدا بزنس تبعه جديد؟ في اقول لحضرتك حاجه، الانفستور ممكن يعجبه المشروع ما يعجبوش البلد، وممكن يعجبه البلد ما يعجبوش البروجكت المشروع. فالانفستور لازم يعمل دراسه جدوى كامله متكامله. دراسه الجدوى دي داخل فيها البنوك، داخل فيها الماركت، داخل فيها الماركت العالمي. لازم يعمل احصائيه ودراسه جدوى محترمه ملتزمه، بحيث ان هو ما يعرضش نفسه لخساره مستقبليه. لازم يكون له بلان A to Z قبل ما يبتدي اي مشروع لي. انت حضرتك فهمت السوق على انه هو مبني على المال، فانت قررت انه تبني مشروعك الخاص الانفستمنت بانكينج، قررت تفرعه للشركات الثانيه اللي بنيتها. بالضبط. وهل بتنصح في الشيء هذا الناس؟ اقول لحضرتك حاجه، الاكسبيرينس شيء مهم جدا. انا طبعا لان انا كنت في بنك اسكندريه، انا بانكرز اساسا، وانا تعليم البنك المركزي المصري، واحنا طبعا الحمد لله مشهورين ومعروفين ان احنا بانكرز من اعلى بانكرز في العالم كاكسبيرينس وكخبره. انا انصح اي بني ادم قبل ما يبتدي اي مشروع وبيدور على شريك، افضل شريك ليه هيكون البنك، لانه ليه رولز وقواعد وفي واضحه وصريحه من البدايه. فانت النهارده بتدور على شريك، ليه ما يكونش البنك شريكك؟ وعشان البنك يكون شريكك لازم يكون في دراسه جدوى استثماريه مظبوطه طبقا للوائح البنكيه مع راس المال الخاص بتاعك، عشان تقدر تعمل كومباتبل ما بين الاثنين. لو قدرت انك انت توصل انك انت تعمل فاينانسنج مع راس المال بتاعك الخاص بيك انت، هتقدر توصل لاي مدى انت محتاجه. شو الرساله اللي بتحب تقدمها لدوله الامارات على نعمه الامن والامان اللي هم مقدمينه، وعلى الدعم المستمر اللي بيقدموه للمستثمرين ورواد الاعمال؟ الامارات حكومه وشعب، كحكومة هي حكومة راشدة، دي مش هنختلف عليها، لأن الحكام عندهم حب بشغف لبلادهم، بيصنعوا تاريخ، بيصنعوا تكنولوجي، بيصنعوا عاصمة جديدة لرجال الأعمال. وأنا هنا يعني مع خبرتي البسيطة في الدولة بقول ان رجال الاعمال، مفيش راجل اعمال جه هنا هوت صغير او كبير، small investor or big investor، وما نجحش. فانا بشجع اي بني ادم على مستوى العالم، اي جنسيه، اي ديانه، ان هو يجي يستثمر هنا هوت استثمار رائع، والامان اللي موجود هنا هوت. لان خلي بالك برضه يعني ممكن يكون بروجكت ناجح بس ما فيهوش سكيورتي، ما فيهوش امان، طبعا ما ينفعش. ولكن البلد هنا هوت بتتبع القوانين والرولز، وبتجبر كل من يخالف القانون ان هو
بيمشي برا البلد ديت ما يقعدش، فبالتالي ما بيقعدش هنا غير الصفوة اللي هي بتشتغل بطريق مباشر. ممكن تخبرنا وتخبر جميع المتابعين اللي عم بيتابعونا كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معكم؟ احنا عندنا ويب سايت اوريدي موجود، وده هيكون موجود على السكرين. احنا خدمتنا مجانية، الاستشارات الخاصة بينا مجانية في البداية للوصول للحلول المناسبة للأفراد والشركات. بعد كده هوت لما بتبتدي ندخل في الشغل، الفايدة بتاعتنا او الفي بتاعتنا او الخدمات بتاعتنا المقابل بتاعها زهيد مش كبير. شكرا لك كتير، اتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب. ربنا يخليك وسيا، وشكرا على ذوقكم، واهلا وسهلا بيكم، تشرفنا بيكم، ونتمنى ان احنا نشوفكم كمان مره كمان. واحنا على استعداد، في نهايه كلامي احنا الاستعداد ان احنا نتعامل مع اي منشات واي كيانات بتحتاج الى تمويل. احنا مش جهه تمويل، ولكن احنا الطريق الى التمويل. يعني انا اوريدي، انت النهارده لما يكون عندك الاكسبيرينس البنكي اللي تقدر تعمل سيرفيس للبنك وللعميل بتاعك، اعتقد انت كده وصلته لبر الامان. اتمنى ان ربنا يدوم النعمه علينا ويزيدها لنا، والشباب يقتد معانا ويقتد بينا ويشوف احنا انتهينا فين، ويبتدي من مطرح ما احنا انتهينا، عشان خاطر شباب وحياة وعمر جديد، واحنا رايحين وانتوا الاجيال اللي جاي. نتمنى انك انتوا تمشوا على النهج بتاعنا، عشان خاطر تقدروا من نهايته تقيموه، هل يا ترى هو قيمة ولا لا؟ لو قيمة احرصوا عليه، لو في بعض الاخطاء، لو في فرق اجيال، حاولوا تحدثوا، بس ما تبعدوش عن الجوهر نفسه. شكرا كثير لك على هالنصيحة الرائعة هاي. اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا، واهلا وسهلا. الى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.